هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. مشاهدي لو سي تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج دوسه برونوستيك باي كوتي سبور، البرنامج الخاص بتوقعات نتائج المباريات الوطنيه والدوليه. سعيد انني استضف في هذه الحلقه ولاول مره الصحفي الشهير سي يوسف ابو العدل. سي يوسف مرحبا بك وشكرا على التلبيه تاعو. شكرا زميلي عبد الجليل وشكرا لجميع مشاهدات ومشاهدي لو سي تي في. يوسف، اليوم نتكلم على المشاركة ديال فريق الوداد الرياضي في دوري أبطال إفريقيا اللي غيخرج الجولة الأولى يوم الأحد المقبل أمام كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي. بغيناك أولا سي يوسف تعطينا كيفاش تابعتي مباراة ديال بيترو أتليتيكو ومن بعد الحظوظ ديال الوداد الرياضي في مقابلة ديال كايزر تشيفز. وهي المباراة ديال بيترو أتليتيكو كانت هي المباراة الأولى نظرا لتأجيل المباراة ديال كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي نظرا للظروف اللي عارفها الجمهور المغربي عامة. المباراة ديال بيترو أتليتيكو يمكن فريق الوداد البيضاوي يحقق الأهم لأنه باش تعود بثلاثة نقاط خارج الديار ومن أنغولا وبعد رحلة طويلة امتدة تقريبا واحد لعشرين ساعة، يعني ما يمكن لنا إلا نكون سعداء بتحقيق فريق الوداد البيضاوي ثلاث نقاط. فريق الوداد البيضاوي ما خطفش ثلاثة نقاط، خطفها كما كنقولوا أداء ونتيجة، لأنه أشبه الفوز البنزرتي سواء في الدفاع سواء في وسط الميدان سواء في الهجوم حتى حارس المرمى رغم الاصابه ديال رضا تاغناوتي حتى حارس المرمى ادى مستوى محترم. يعني الاداء ديال جميع اللاعبين الوداد البيضاوي بينوا فيه بانه الفريق الاحمر من بين ابرز المرشحين واللاعبين بينوا واحد القتاليه واحد الاداء رجولي كتبين بانهم عارفين اشنو كيتسناهم في هذه المسابقه وعارفين بانه الجمهور المغربي وخاصه الجمهور الودادي لن يرضى بالاقل بالوصول على الاقل نصف نهائي او النهائي. والوداد برهن في مباراه بيترو اتليتيكو بانه من ابرز المرشحين للفوز باللقب القاضي. طيب يوسف، مباراه ديال الوداد الرياضي اللي غتجرى في ملعب محايد على ارضيه ملعب ربعه غشت المتواجد به واغاتوكو البوركينابيه، واش ما كتظنش ان هذا العامل هذا يقدر ياثر على الوداد سلبا بحكم انه خارج مدينه الدار البيضاء؟ هو بطبيعة الحال يعني تلعب مباراة بالمركب الرياضي محمد الخامس ماشي هو تلعب مباراة بوركينا فاسو، لأنه مباراة ديال كايزر تشيفز المباراة وفريق الوداد البيضاوي هو اللي غيستقبل المواجهة، غيستقبل في أرض على أرض الورق ولكن على أرض الواقع كما قلتي غتلعب في بوركينا فاسو. ولكن الظروف الأولية اللي سبقت المباراة وفوز فريق الوداد البيضاوي في أنغولا أمام بيترو أتليتيكو غيكون دعم معنوي للاعبين باش كما كنقولوا يجيبوا انتصار ثاني من قلب بوركينا فاسو امام كايزر تشيفز اللي يمكن يكون هو الخصم الاقوى في هذه المجموعه هذه. وفي الوداد كيعرف بانه بعد ثلاثه نقاط في المباراه الاولى بحاله فوزه في المباراه الثانيه وحصد ثلاث نقاط تولي ست نقاط، يمكن امر المرور للدور الربع النهائي المسابقه القاريه يكون امر بين يديه، ويمكن الوداد الى حسم ثلاث نقاط اخرى غادي يكون ضمن واحد يمكن نقول لك واحد 50-60% المرور لدور الربع النهائي في انتظار المباريات اللي غتجرى في المركب الرياضي محمد الخامس. يعني رغم الغياب الجماهيري ولكن ذاك الحضور ديال في المركب الرياضي محمد الخامس والاجواء اللي كيعرفها المركب رغم كما قلت الغياب الجماهيري ولكن اللاعبين كيشعروا بانه كيلعبوا في الارض ديالهم في المركب ديالهم، يمكن الوداد ديك الساعه يضمن بصفه نهائيه التاهل لدور الربع النهائي. نعم، بالنسبه لسيوس في التشكيله اللي يقدر يقحم على الاطار التونسي فوزي البنزرتي، كيفاش كتشوفه في نظرك الشخصي؟ شكون هما 11 غيكونوا في التيران في ذاك الماتش؟ وهو في حالة بحراسة المرمى في حالة يكون رضا تاغناوتي في الحالة الجسدية اللي نتمنى يكون في صحة وعافية بعد الإصابة اللي تعرض لها في المباراة ديال بيترو أتليتيكو، يمكن رضا تاغناوتي يكون هو الحارس رقم واحد في الدفاع، يمكن العملود غيكون في الجهة اليمنى وعطي الله في الجهة اليسرى، يمكن بمتوسط الدفاع اشرف داري ومع ابو الفتح يمكن هذا هو الرباعي اللي كيلعب به فوزي البنزرتي في المباريات الاخيره واعتمد عليه في جميع سواء في المباريات ديال البطوله الوطنيه وسواء في المباريات ديال عصبات الابطال الافريقيه. وسط الميدان يمكن الثلاثي ديال الجبران والمودن ووليد الكرتي يمكن هو اللي يبدا بفوز البنزرتي المباراه ضد كايزر تشيفز، ويمكن في الهجوم غادي يكون امصوفا وايوب اللافي والمتوسط ديالهم ايوب الكعبي. هذه التشكيله يمكن اللي غيفوز البنزرتي الا دخلت من اول المباراه كتبين بانه فوز البنزرتي كيبحث على ثلاث نقاط، وانا شخصيا يمكن كيبان لي دوب 11 لاعب اللي يمكن يدفع بهم فوز البنزرتي امام كايزر تشيفز.
نمشيو للتوقع ديالك بالنسبه للنتيجه ديال المقابله. ونتيجة المقابلة إن شاء الله فوز فريق الوداد البيضاوي بهدفين لصفر. نتمنى واحد السعيد لفريق الوداد الرياضي ولكل الأندية المشاركة في المسابقات القارية. سيوس مرحبا بك مرة أخرى وشكرا جزيلا على قبول الدعوة. شكرا سي عبد الجليل وشكرا لجميع المشاهدات ومشاهدي الأستاذ تيفي. وحنا كما العادة مشاهدي الأستاذ تيفي أعطينا التوقعات ديالنا في انتظار الآراء ديالكم. البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور من توجه المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.